الخيار الفكره جات بحال بحال الافكار اللي دازوا، لان فين ما كنفكروا شي فكره كنبغيو ان يعني نعملوا ديك الفكره ونبغيو نديروا فيها تجربه، وبالفعل درنا فيها ديك التجربه، وكاع دوك الافكار اللي درناهم جربناهم ويعني كانوا ناجحين. وهذه الفكره هي بغينا نجربوا فيها حنا الحظ ديالنا ان شاء الله، وجربناه بالفعل وشفتوا كيفاش تفاعلوا مع جميع الفنانين اللي حنا درنا هذه المسابقه، والمسابقه دخل فيها حتى عيد العرس المجيد اللي هو الله يدخلوا على سيدنا ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وعلى جميع المغاربه. هذه من جهه، اما ودرنا فيها مسابقه ودرنا فيها حتى التكريم ديال واحد الفنانه اللي هي سميتها شريفه، وواحد الفنان اللي هو طالع عليه النسيان، هو احمد الزياني سميتها الزياني حتى هو اللي راه هو كاع فر يعرفوا المغاربه كلهم، درنا له حتى هو التكريم غيكون في المناسبه. هذا هو مريم العرباوي اللي هي فنانه دريه عندها ديبلوم ديالها ودخلت الفن، وعجبني الحال فاش دخلت الفن ولقيتها كاينه ماشي ما كايناش، وغادي تكون معنا حتى هي في المشاركه ان شاء الله. بالفعل لان كنت درت انا الكليب هذا الاخر ديالي اللي عملته في بين الويدان، تحيه للناس ديال بين الويدان من هذا المنبر. وذاك الكليب يعني استغربوا الناس حيت ما عمرهم شافوا هذاك الفضاء وهذاك هذيك الطبيعه اللي كاينه تما، وتا هي عملت لها واحد الكليب تا هي تما. وذاك الكليب يعني كانت طلع لنا بشي شويه غالي شويه، ولكن لا ما غاديش تقول لك طلع كاك وصافي راه هو غادي ان شاء الله. المهم هو العمل يكون جبار وعجب المغاربه، هذاك هو الثمن ديالو. كنت انا واحد الانسان، انا كنت هو الامبراطور ديال ذاك، هو كنت انا تما بحال شي واحد شاف بنت كتحقر مثلا وهذا ونظفت عليها، هذا هو المضمون ديالها. هذه الاغنيه ديال سعدي بي ولدي كبر، هذه الاغنيه صبناها على قبل التجنيد، النهار اللي خطب سيدنا على 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 هذا التجنيد الاجباري، تما فين جات الفكره وصيبنا اغنيه على مولاي الحسن، ونتمنى ان شاء الله تعجبوا وتعجب جميع المغاربه. هذا هو المضمون ديال هذه الاغنيه. داروا الاخراج عصام البيض، هو اللي دار لها الاخراج. بالعكس حنا ما حقروا حتى شي واحد، حتى واحد يفيد من صدقه ماشي يفيد من صدقه، علاش حنا كنامنوا على شي واحد عنده تجربه؟ راه كاين اللي عنده تجربه وساكت مسكين، ما علاش نجربوا ناس اللي باقيين ما جربوا ما عندهم تجربه وخصهم نجربوهم، ممكن يقدروا يعطيونا اكثر تما. تقدر نديرها كليب، لان حنا حيت جاتنا في واحد الوقت اللي هو شويه ضيق مع هذه المناسبه ديال المسابقه ومع عيد العرس المجيد، غادي نقدروا نديروا ليها واحد الكليب نصوروا انا ان شاء الله بالباراشيد، لان انا عندي مع شويه ديال الصيد، ونقدر نعمل هذا الكليب هذا ونبان بحالي بحال شي جندي في الحدود مثلا، تقدر نصور تما. التهنئه وهي بمناسبه عيد العرس المجيد، تنقول الله يدخل هذه المناسبه الغاليه علينا وعلى سيدنا ان شاء الله بالصحه والسلامه والعافيه وعلى الشعب المغربي. تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.